بحركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، اجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد، وانطلاقة الشوط الخامس عشر للقعدان الاجذاع المحليات على بركة الله. نبدأ مع مقدمة الشوط مع الشارد والشعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري، يقدم لنا الشارد مع المركز الاول ومع الصدارة، بينما القادم مع المركز الثاني. وتابع انطلاقة شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري قادما بشعاره، بينما المركز الثالث وتابع انطلاقة متعب حمود بن حميد بن محمد اليديلي، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا متعب المركز الرابع. التدخل من غياث مسلم بن سهيل بن نهية العامري، بينما المركز الخامس وتابع الفرزدق هو القادم، سالم بن عبيد بن سالم المزروعي يقدم لنا شعاره ويقدم الفرزدق، بينما المركز السادس وتابع مرفوق هادي بن احمد بن حسن بالثيمه العامري قادما بشعاره، يقدم مرفوق في هذه اللحظات المركز الثامن. الغزال هو القادم، ناصر بن قريع بالروس العامري يقدم لنا شعاره ويقدم الغزال في هذه اللحظات المركز الثامن. وتابع انطلاقة شاهين محمد بن سعيد بن صباح الهاملي، بينما المركز التاسع وتابع انطلاقة وحضور في هذه اللحظات ربدان منصور بن حمد بالعري المنصوري. هكذا هي النتيجة. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الصدارة في هذه اللحظات. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى شعار الشارد حمد بن عوض بن زيتون المهيري، يقدم الشارد مع المركز الأول ومع الصدارة في هذه اللحظات. الشارد مع المركز الأول ينطلق بهذا الأداء حمد بن عوض بن زيتون المهيري، يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني القادم مع المركز الثاني غياث مسلم بن سهيل بن نهية العامري قادما بشعاره، بينما المركز الثالث او تابع انطلاقة شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري، ولكن القادم متعب حمود بن حميد بن محمد اليديلي، بينما المركز الرابع او المركز الخامس مرفوق هادي بن احمد بن حسن بالثيمه العامريه، يقدم لنا شعاره لتبدا المعركه لتبدا الصراع في هذه اللحظات. والشارد شرد بالمركز الاول، الشارد شرد بالصداره مع لوحه الكيلومتر الخطير. حمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم لنا الشارد بإنجازات الشارد وبطولاته، بدأ بالمغادرة بدأ بالإقلاع في هذه اللحظات. الشارد حمد بن عوض بن زيتون المهيري وعصاته في بطانه، عصاته في اجداده، ما حركوا حمد بن عوض بن زيتون المهيري
ما شاء الله تبارك الرحمن، بدأ بالمغادرة، اتحرك الشارد، غادر الشارد حمد بن عوض بن زيتون المهرية بهذا الانطلاق الكبير وهذا الانطلاق المميز. المركز الثاني متعب أحمد بن حميد اليديلي، ولكن الشارد غادر بالفوز وبالناموس وبالانتصار الكبير المميز. سلام يا حمد، يا بن عوض، يا بن زيتون، يا المهرية، من قدم الشارد مع الصدارة ومع الناموس. سلام يا حمد، سلام. المركز الثاني متعب أحمد بن حميد بن محمد اللي جاي للمركز الثالث. الثالث مرفوق هادي بن احمد بن حسن بن ثيم العامري، والمركز الرابع غياث مسلم بن سيف بن هيا العامري، والمركز الخامس شاهين محمد بن راشد بن عصيان المنصوري. اذا انتهينا، والناموس لمالك الشارد حمد بن عوض بن زيتون المهيري على هذا الفوز. التوقيت الزمني ولحظه الوصول 6 دقائق وثانيتين 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما اللي احتل المركز الثاني متعب وحمود بن حميد بن محمد اليديري، وتوقيته الزمني 6 دقائق 6 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس، والمركز الثالث 6 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. وكان شعار متابعنا الكرام مرفوق هادي بن أحمد بن حسن بن ثيمة العامري. أو المركز الثالث كان توقيته متابعنا الكرام 6 دقائق 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية، وكان شعار هادي بن أحمد بن حسن بن ثيمة العامري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا.